نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ودرس القراءة النهاردة عنوانه لغة خالدة. قبل ما نتكلم في أي حاجة، اللغة طريقة التواصل ما بين بني البشر. ميز الإنسان أو الله عز وجل ميز الإنسان عن غيره بالقدرة على النطق والكلام والتفاهم، فاخترع طريقة للتواصل سميناها احنا ايه؟ لغة. الله يكرمكم. ولما نقول لغة خالدة، كلمة خالدة يعني باقية ودائمة، باقية ودائمة، وستظل باقية بإذن الله، ولن تفنى تلك اللغة. والمقصود هنا اللغة العربية. اللغة الايه؟ العربية. هتقول لي ازاي؟ هقول لك لغة العرب ربما تفنى بفناء العرب، لكنها لن تفنى لأنها لغة القرآن الكريم، وقد تعهد الله عز وجل بحفظها. سامع حد هيرد عليا يقول لي عشان احنا عرب بنقول اللغه دي لغه ايه؟ خالده. هقول له طيب تعالى، درس النهارده جايب دليل واضح بيأكد ان غير العرب اعترفوا للغه العربيه بفضلها، مش احنا العرب اللي استخدمنا لغه الفرانكو اراب وبقت اللغه السائده ما بيننا. لا يا جماعه، النهارده درس النهارده بنجد رئيس المجلس الثقافي البريطاني، وده مش حاجه سهله. رئيس مجلس ثقافي يعني راجل على علم وعلى ثقافة وعلى معرفة بكمية كبيرة جدا، هو النهاردة اللي بيشهد للغة العربية بأنها أخلد اللغات، بل أكثر اللغات قدرة، لغات قدرة على البقاء والدوام. تمام كده؟